تكونوا بخير وان شاء الله كيوصيكم هذا الفيديو تكونوا في افضل صحه وفي احسن حال ان شاء الله. اول حاجه بدكم ديروها تصلوا للنبي عليه الصلاه والسلام. اليوم راح نشارك معكم روتين خفيف ظريف، يعني راح نشارك معكم، راح نبدا بدوش تاع الدراري. اول حاجه راح نديرها لهم ومن بعد كي نبدل الشرشف. يا ربي عندي ابك، عندي عقده، عندي عقده من هذيك الكلمه تاع الدراويط. راح نبدل الدراويط معكم وراح ندير لكم روتين خفيف كما نقولوها، كما متنوع شويه معكم كلش بالتفاصيل، وان شاء الله ما يجي نهار يكمل كون ديجا مونطيت الفيديو شاركتها معكم. اول حاجه ديروها لي دروك، نزلوا تحت ديروا جيم، وكاين اللي ماش دايره ابوني تتفرج بلا ابوني ثاني دير ابوني، وكاين اللي تتفرج دايره ابوني ومش يفعل الجرس تفعل الجرس، وخلوا لي كومونتير شباب كيما كيفكم. الكومونتير اللي بغى ما عرفتو كاع ما تكومونتو غير استغفروا ولا قولوا الحمد لله ولا كتبوا اسم من اسماء الله الحسنى ولا مانيش عارف، مو ودوا حاجه ولا كتبوا ايه من القران ولا مو ديروا حاجه كيما نقولوا كي يقراها واحد اخر غادي يؤجر عليها. ليسونسييل نبغيكم نموت عليكم وان شاء الله يعجبكم الفلوغ تاع اليوم. ان شاء الله يعجبكم الفلوغ تاع اليوم. والبنات لاغوب لاني لابساكم عاقل، هذه لاغوب شيتها من الترك ياك، هذه شريتها من الطرق ممكن تخدم في القش، وديجا وريتها لكم خطره فاتت قلت لكم بلي البنات راني شاريتها ومانيش لابستها. كي جيت نلبسها دروك راهي جديده ونقيه، يعني جديده هنايا في الظهر مانيش عارفه اسكو تشوفوها ولا ليسونسييل هنا عندي في المنطقه تاع الدار هنا. هاي شفتوا هذيك البلاصه لقيت فيها الحنه، قدر الله ما شاء فعل، فات فيا خرجتها باش نلبسها ودير حسابي غادي نلبسها وندير نمشي نبغى فيها الحنه نبغى فيها الزطله كاع طراسيا فيها نلبسها. ليسونسي البنات لبستها بها بحنه سان اونسي جامي زعما تبان لكم. شوف شوف المرايه شوف اسكو تبان لكم ليسونسي راهي مطاشيه مره ولا بالحنه، والحنه ديجا على بالكم ما تنقلعش من القش ولا كاين شي عفس باش تنحالي مادا بيا باش ما تضيعليش وما تركزوش بزاف مع الحنه على هذيك. ديجا انا المنطقه هذه باسكو مزيره شويه لاغو فغادي نخزن هذه المنطقه غادي نخزنها لكم ماشي ناقصنا نزيدو ندود النوم ندير لكم روتيني اليومي. المهم البنات كما قال لك نبغيكم نموت عليكم. البنات هنا بعد ما شربنا قهوه، طبعا انا شربت ساعه كحله، ماما هذا ديجا راني نشربها كحله مانيش عارفه علاه، نضاري كشتو في هذيك الطرق ملي كنت قهوه بالحليب وليك حاجه حلوه كاع دروك صايت برهجت. البنات وجدت القش تاع الدراري قلت ندوش لهم، طبعا ندوش ماشي كل يوم وما نكذبش عليكم ماشي زعما تاع نهار على نهار ولا لا، الخدش راه شويه برد تما تاع يومين ثلاث ايام ندوش لهم. وجدت لهم قشهم دوشت لهم وخرجتهم برا يلعبوا، يعني غير تما في الاول كاين شغل الاول حدا الباب اي خرجتو مرت تما كاين يلعبوا. وهنا البنات راكم تشوفوا في النيميرو هذا تاع الواتساب اللي راه هنا في الشاشه، هذا النيميرو تاعي تاع الواتساب. اونسي جامي كش وحده تسحقاني ولا تبغي دير بيب ولا شي حاجه تواصل معايا غير في الواتساب. مرحبا بكم. وعيوشه كيما على بالكم شعرها طويل، شفت لها شعرها غير هنا راني مسرع الفيديو راه يتبان لكم بلي راني مبشش فيها باسكو روماركيتكم كل من تكوفي لها شعرها تقولوا لي ويا بششتيها ويا راك تبشي فيها، هذا لانه مسرع الفيديو هذا مكان في الحقيقه اصلا لو وجعتها ما كانتش تحملت وكانت سكتت لي. المهم لميت لها شعرها ودخلت الكوزينه، بديت بالكوزينه هي الاولى، درت لكم شويه واحد الخلفيه سوبريميتهم. هنا البنات كي صباح جيت ندير القهوه لقيت القط الاخر مالغري زعما شويه بروده، لقيت الاخر هذيك تاع الحليب قارصة تاع الحليب لقيتها حامضه منتفخه وحامضه طرطك ساعه طافو ولات رايب. لميت كاع دوك الماعين نفختهم البنات حطيتهم على جهه مداري قلت لكم سوريا ديجا هي اللي تشد الكوزينه. اي اليوم انا اللي قلت لها خليني راني باغي نسجل فلوغ قلت لها خليني انا اللي نديرها، هي قالت لك صحه معليش، هي بروحها كانت مكسله كانت مازال ديجا ماشي مصحه صحه مليح باش تنوض. المهم لميت انايا مسحت خملت كما قال لك غير اللي كاين كما نقولوا هكا في الوجه، لانه ديجا الدار كانت نقيه ما كانتش مسخه، تمام مسحت الرخامات بلاصيت كيما نقولوا كل حاجه رجعتها في بلاصتها باش نغسل الماعين وحدين اخرين يعني ونبلاصيهم في السله. طبعا الروتين هو هذا تاع الام الجزائريه او المراه الجزائريه بصفه عامه، واي مراه يعني ما كيتاب البيت هذا هو الروتين تاعها. صباح تنقي تغسلي تمسحي طبقي تخيطي. قولوا لي البنات اسكو نتوما ثاني فيكم طبيعه، ماما قالت لك بكري كانوا حيا عليا قلت لك بكري كانوا كي يطبقوا القش يحطوا حداهم القابسه تاع البرو والخيط اللي يخيطوا الحاجه يلقوها في القش هذاك اللي بخصها تطبق مقطع يخيطوها ويبلاصوها في الماريو. هنا سوريا راح ديرك الماشينه ثاني كي ناض راحت الماشينه البنات باش دير الماشينه وتغسل القش. تعلمت صغليت وكرفدت التليفون وريتكم وعاودت رديت وجات الكوزينه صاي بدات كشغل بدات تتاقلم على التصوير، كانت تقول لي متصوريني شي وخري اي متلصق اي من دروك لا نورمال هيك شغل تجي قدام الكاميرا الدور بكل ثقه في النفس تحس بيا مولات لاشيل هي نورمال دروك تاقلمت. غسلنا الماعين شغل انا كنت نغسل ونحط لها وهي كانت تشل الماعين ما كانوش بزاف، مي شغل تقابلنا عليهم قعدنا نمنشرو شويه تمنشي شويه غايبه شويه نميمه ايوا جبنا الغايسه والدايسه وكملناهم.
ديجا راكو عارفين اللي بغى اللي بغى شوفوا اللي بغى من الغيبة ونمي، ما كانش نتنمروا، ما فيه سوريا فيها طبيعة تنمر على الولاد. شوفوا دوب ولادي غير خرجوا فيها بدل يقبل. هيا انا شوف انا المطية قابلتني اوف اصلا تدبل في عينيها والله. شوف انت شات تنمر على محمد ولدي، تقول لي هاتك هاتك صباعك داري داري كي مصباعك. والله واحد اكبر متنمر شفتها في حياتي ربي. لكن شوف ولاد دخل جهنم بسبب ولادي، تنمر درجة أولى. المهم كملت هذوك المعايش شلتهم هي وروتي شاكيلا. مانيش باغي نزمك. قالت لي مانيش باغي نزمك، ايش الضروحه غير علاش حرام تدخل على خاطر ولدك. قالت لي بس خل استغفر الله، قالت لي ما تدخلش الجهنم على خل حرام تدخل على خاطر ولادك. قلت لك ما تدخلش على خاطر ولادك. ساي صغلوا نديروا نقاش عائلي دروك. شوفي شوفي قشنا الموسخ ما نشروش في اليوتيوب، نشرو غير مع اصلا. شوفي اصلا ما نقعش الموسخ غير صوتي تفرجوا فيه. خليته متفرجين. خليت هاي ربي على الصرف. دخلت المهم دخلت لها كملنا ديك الكوزينه، دخلت خليتها هي تكمل في الرخامات وقعدت تستف الماعن، وانا دخلت لها ديك الشومبرا هذا الفراش، خرجت تنفس تهوى شويه. قالوا لنا ماكش غاين الماضي، قلت لكم في دارنا ما عندهم احترام للمصور، ما عندهم احترام لنا. والله ما نمسح صرنكي. المهم طبقت هذوك جورناليست الشروق قلناها ننتبه صليت خو مسحت بكرامتي الارض. قارو لهم شويه تاع كرامه في كاشك التقشيره مقطعه وجي قارو لهم كرامتي شي صبر صبر كاش بوني في كاش في كاش مخده غلاف تاع مخده ونجي خارجه. بدلت الدراويط طبعا، بدلت الدراويط وليلا محمد رسول الله. هنا البنات انا ديجا كنت كي دخلت للدار هذه لقيتهم دايرين زوج تواع الماطله، دايرين لها زوج تواع الوجوه، فانا رجعت لها نفس الوجوه اللي لقيتهم عاود رجعتهم غسلتهم عاود رجعتهم. ما بغيتش ندير اي كيما نقولوا صوالح حجدت في الدار تاع الناس، مش باين موظفي فيها مانيش باغي الى اخره فهمتوني. فلذلك رجعت لها نفس الوجوه اللي لقيتهم وبدلتهم، يعني مالغري غير انا والدراري زعما نقيه بصح هكا الواحد كيما نقولوا راحه نفسيه هكا تبغي تبدلي تبغي مانيش عارف تحسي براحه. وحاجه ثانيه البنات لاله محمد رسول الله البومو هذا من راه الشمس وكاع شغل تبغي تبروفيتي لوكازن، تحسي بلي غادي كي يجي الشتاء صاي غادي تنحرمي من داك الغسيل تاع كل يوم، تولي الشتاء طيح تولي الى اخره. المهم البنات ولاشين تاعي جديده راح نخليها لكم في اول تعليق مثبت، اللي بغى ينضم لي لاشين جديده مرحبا به. وهنا البنات الكوزينه سي بون بعد ما كملتها راح دير لنا الفطور. هنا ديجا كنا متشاورين على الفطور شغل كيما دوك تاع برج الابطال مين يتلاقوا هكا زعيط معهم عيط تقعدي تحوسوا شغل كازير نمبر سلام زوم راهم خمسه. قعدنا نتشاوروا على الفطور، كملت انا داك الغسيل ديتها لها باش تكمل، حقي ربي هي اللي كملت الغسيل، خرجتها لها برا دوك الصوالح باش تكملهم تغسلهم وطلعتهم هي واحد الزجاجه وواحد الشطاره. ما خيط والصالون الزجاجه والشطاره فقيتي ما تبغيش غير تفارك تبغيش تقربي الماء وتبغيش تقدمي وتبغيش على خاطر تفارك ما تاعول. لا ماشي على الطفال لا والله مال تفارس درت واحد المقطع كنت نسجل فيه، جات قالت لي واحد الكلمه قلت لها ما نمسحهاش نكشفك، جات هي قالت لي كبرتها لي قالت لي هكا باش تمسحي، مسحته وانا نضحك مسحته وانا نسحق داك البلوك داك المقطع تاع الصوت. طبعا عندها واحد السياق مسكينه الله ينوب. شوفوا لك شنهار قلت لكم قضبتني تيبير كيلو، هنا كانت تجرجر قلت لكم قضبتني تيبير كيلو زولا لانفيكسيون فيني في ولا في عيني يعرفوا بلي بسببها بسبب داك الجافيل. عاد كوني حاسه بلي هذاك الفاينس تاع الناس اللي حاسه لك ولا ارتاحت بدلت ولا كي كنت تشوفوا فيه بصح ما تسحب لك ولا ارتاحت بدلتها بالحق زوج خطرات منيتك على زوج خطرات على عقل البنات الفاينس هذا كلاته بالحق كلاته كلاته بالجافيل والاومو كاع بصح يعطي واحد الريحه والله العظيم ما شاء الله شغل تحسي بالنقاوه تحسي بها. انا كون سيقت هذاك التسيق ما نحسبش روحي سيقت هذاك. شوفي انا مش يوميا لا سمحي لي سيرتك ملي جيت الجزائر انا صفانيه انت هي اللي تسمح فيا شو على الزجاج سي كل يوم لا هاكا لا الرغوه ندير فيها غريزيل وجافيل او لا مستحيل هذه تعجبني صعب النشافه وابج النشافه عبا كي جبت واحد البيدو انا سبيسيال تسيق تاع اختي في الطرق غير باه ما نطواطاش وما نديرش جفاف مي كنت في هذه دانك وعقلي على داك البيدو الكري لا الماغون البنات كنت نسيق به ما وليتش نطواطا ظهري ولا يضرني ما كنتش كاع وليت كاع نطواطا في زعما نطواطا ونحكو هكا قليل 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 سيختو الدار كانت نقيه عندي راكم عارفين ديجا هيا نجمعين نهضروا معاكم شو راكم معانا. المهم انا كملت سيق انايا وهي ديجا كانت تعصر في القش وكانت ناصبه الفطور باش يطيب. ومن بعد كينا البنات بعد ما درنا يعني
بعد ما درنا الفطور وكاع دوك نوريكم كوزينه كيفاش رجعت والدار كيفاش رجعت. كلش كان نقي، جمعنا شويه ديناهم لتحت الشط، جمعنا شويه مبكينا لعبنا غريون وعاودنا طلعنا مع العشيه. شوفوا الدار كيفاش كانت، طبعا ما قيلوش، بنقولها لكم يعني بكون صريحه معكم، ما قيلوش الغريوي ديجا من ضروره دار حتى 10 11 ماشي بغي يقيلو، هذيك هي باش في الليل يرقدوا بكري. وهنا البنات دارت كي طلعنا من الشط دارت انا صوريه المطوع، كل وحده دروك فيكم تقول لي واسم الولايه اللي تسكن فيها. سهره مبدي اليو سهره الصباح جير جير جيب هاي تحلف هاي تحلف شيرة هاي تحلف. قلت لك لا الله محمد رسول الله كل هدرت الفتالي يا ربي الهدرت الفتالي. المهم كل واحدة فيكم اهبل لي جيت لك طكوك راه غضبه. قلت لكم البنات دارت لنا احنا نقولها مطوعه مكريحه مفخاضه اي غايه الحمد لله تم مكريحه مفخاضه. قولها دير بيا فين مليحه لا تجل على ديك تاع الدبيغه تاع البيطان خير سود لك استاذ وما خاصك تعرفوا الصوت. قلت لكم البنات الفطيره كل واحد كيقولوا لها مانيش عارفه قولي اسكو المونتاج جاب حاشا فطيره كاين كل واحد كيقول لها حاشا فطيره لا عندها عدة سماوات كتبوا لي من اي ولايه والله والله لا عندها سماوات مختلفه مطوع مطوع حنا صحاب الغرب مطوع حرشه صحاب الشرق وال صعيب لا تتفلسف عليكم تما تتكلسف عليهم تكلسف عاوديها قولي اجي قولي تتفلسف قولي تتفلسف تتفلسف تتكلسف عليكم راهي تتكلسف عليكم ليسونسيال درتنا مطوع البنات ومن بعد كي نعاود وت وليت للشط بوحدي راح نخليكم تسمعوا الصوت تاع الموج طبعا درتنا مطوع مع العشيه مع الخمسه ونص حتى قلت لك لا روطار هذيك هي قهوه تاع العشيه كاين يتقهوى على ثلاثه على بها جاتها بيزا. المهم البنات جمعت في الشط بوحدي اون فاصل الموجه وصوريه لحقتني ماشي عروس البحر تراب البحر قعدت في هذيك الجهه اللي من هي ولا في هذه الجهه راح نخليكم تسمعوا صوت الموجه ومشاهده ممتعه. سمعوا لي برك هذاك الصوت تاع الموجه الله الله. وكما قال لك ما تنساوش اللايك تبارطاجوا الفيديو مع الاحباب ومع الاصحاب وما تنساوش تشاركوا في لاشين تاعي جديده. مرحبا بكم.